وقع الصمود ابنها والصبر عند الصدمه الاولى. ابنها استشهد وواقفه بتكلم دكتور بلتجي عماله تقول له يعني ان انا قدمت ابني وان شاء الله ربنا هيمكن لدينه والحق هيرجع لاصحابه. وقيل بقى ان في الوقت ده كانت اسماء البلتاجي استشهدت بعض قال بعدها. ده نوع من انواع الصمود داخل الاسره المصريه. الاسره المصريه استاذه اسماء البعض منها سافر وساب البلد وقال لولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. يعني في ناس لحد النهارده ما كانوش عايزين يخرجوا. ما بصي يا ندى مش عايزين الرساله توصل للناس ان احنا اليوم ده بنفتكره على ان هو ماساه ونبدا نبكي عليه ونبدا نتحسر ونبدا نقول عملوا فينا ليه كده، لان لا هي قضيه حق وباطل. يا عمر الدموع ما بتبقى هي قضيه حق وباطل، لازم نبقى عندنا يقين. يعني هي الناس دي على قد ما ربنا عطيها. مش حزني يا استاذه اشجان، الدموع بس بتبقى عشان هم الظلمه خدوا مكان اكبر من حجمهم. انا عارفه ان ربنا عمره ما هيسيبهم، بس اكيد الحق هيرجع. في ناس خرجوا يا استاذه اسماء من مصر، خرجوا وهم مضطرين وخرجوا وهم متضايقين، ويمكن ده نوع من انواع الصمود. هنقدر نقول عليه صمود، كان صمدوا داخل مصر ولما خرجوا برضو كانوا صمدوا خارج مصر وهم موجودين.